السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم متابعين الكرام. اليوم إن شاء الله تعالى هنبتدي درس جديد في رسم الزيت أو الألوان الزيتية. عنا الآن مثل ما أنا شايفين حضرنا القماش اللي نحن هنشتغل عليه الكانفاس، وحطينا تقريبا الخطوط العريضة، هي رسمة بسيطة إن شاء الله. كل شيء قدموا لي، وفي ناس كثير قدمت لي طبعا تعليقات حلوه، وهذا الشيء طبعا بيسعدني وبيعطينا طاقه ايجابيه، وهو بالحقيقه هو مصدر الالهام لنا ومصدر الطاقه اللي نحن تخلينا نستمر ان شاء الله تعالى للامام لنعطي كل شيء حلو، ويكون بالنهايه حققنا الفائده المرجوه من هالقناه او فائده نحن نتمناها نكون حققناها لكم حبايبي جميعا. واي حدا حابب انه يعني يستفسر عن اي سؤال، مثل ما حكينا سابقا ورجع نكرر، لازم نذكر الشباب ونذكر الاخوه المتابعين انه اي سؤال واي استفسار في عندكم حسابي موجود على القناه اللي هو على الانستغرام، فيكم تتواصلوا معي على الخاص وتسالوني، او بتحبوا على نفس القناه انا ما عندي اي مشكله، على العكس تماما انا بكون مبسوط وسعيد وان شاء الله تعالى من حقي اللي انتم بدكم اياه او انتم بتتمنوه من اي معلومه او اي سؤال او اي استفسار فيما يخص الالوان، فيما يخص الرسم، فيما يخص اي شيء. تكرم عينكم، نحن حاضرين.
you.